قوله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وسبحان الله وما أنا من المشركين. فيه من الفوائد: قل الخطاب من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه اسم الإشارة يرجع إلى طريقته وإلى ما هو عليه من هذا الدين. وقوله سبيلي يعني طريقة ومنهج، ما طريقته وما منهجه؟ أدعو إلى الله. يستفاد من هذا أن من أصول طريقته ومن أسس منهجه عليه الصلاة والسلام الدعوة إلى الله عز وجل. ولا يظن ظان ممن سار على طريقته عليه الصلاة والسلام أن يكون بمنأى عن الدعوة إلى الله عز وجل. فمن سار في هذا الطريق النير وذاق ما ذاق من الخير عليه أن يبلغ هذا الخير، كل على حسب اجتهاده وكل على حسب علمه. قال عليه الصلاة والسلام وكما في صحيح البخاري: بلغوا عني ولو آية. فما يجب على العالم الراسخ في العلم لا يجب على من هو دونه، وهلم جرى في درجات الناس. وقوله عز وجل أدعو إلى الله فيه وجوب الإخلاص لله عز وجل، فيجب أن تكون الدعوة إلى الله عز وجل لا إلى غيره. فمن دعا إلى غير الله عز وجل فقد ضل وأخطأ. والدعوة إلى غير الله عز وجل يمكن أن تكون بدعوة الناس إلى نفس الداعي، وذلك أن تكون دعوة الداعي إلى نفسه بحيث يعظمها، بحيث يرفعها، بحيث ينال بهذه الدعوة الثناء من الناس، التبجيل، التكريم، تصدير المجالس، الإشارة إليه بالبنان وما شابه ذلك من أغراض الدنيا. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح عرف الجنة، يعني رائحتها. وقوله عز وجل على بصيرة، على بصيرة يعني على علم وبيان. والمراد من هذه البصيرة البصيرة والعلم بالحكم الشرعي، هذا هو الأمر الأول مما يدخل تحت كلمة البصيرة. الأمر الثاني العلم بحال المدعو. الأمر الثالث العلم بالوسيلة المناسبة للمدعو. فأما الأمر الأول فهو العلم بالحكم الشرعي من الضرورة بمكان، لأنه إذا لم يكن عالما بالحكم الشرعي فقد يأمر بما نهى الله عز وجل عنه، أو قد ينهى عما أمر الله عز وجل به. ولذا قد ينكر البعض على البعض سنة يقوم بها، فيظن هذا الداعي أن هذه لم ترد، فيقول لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أو ما فعلته غير صحيح، فيكون بذلك منكرا لسنة ثبتت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا بد من معرفة الحكم الشرعي حتى لا يكون الخطأ أعظم. الأمر الثاني العلم بحال المدعو. فبد أن تعرف هذا المدعو، هل هو جاهل؟ هل هو عالم متواضع؟ هل هو عالم متكبر يعرف الحق ولا يرتضيه؟ ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل كما سيأتي معنا لما أرسله، قال: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. وأراد عليه الصلاة والسلام أن يهيئه في دعوته، وأن هؤلاء ليسوا جهالا وإنما عندهم علم ودراية، فلا بد أن تكون حريصا على تعلم العلم وعلى أخذ الحذر والحيطة. الأمر الثالث العلم بالوسيلة المناسبة للمدعو. فالبعض يفيد معه الكلام الحسن، البعض يفيد معه الزجر، ولذا رتبها جل وعلا كما قال ابن القيم رحمه الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، هذه تناسب صنفا، والموعظة الحسنة هذه تناسب صنفا آخر، وجادلهم بالتي هي أحسن تناسب صنفا آخر. فلكل شخص ما يناسبه. وقوله عز وجل على بصيرة، على هنا عند النحويين واللغويين تفيد الاستعلاء بمعنى العلو والرفعة. فإذا كان الإنسان على بصيرة وعلى علم ارتفع درجة عند الله وعند الخلق، شريطة أن يحقق ما سبق وهو الإخلاص في دعوته إلى الله عز وجل. فأتى بحرف على الذي يفيد الاستعلاء لبيان أن منزلة العلماء منزلة عليا. قال عز وجل: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقوله عليه الصلاة والسلام وكما في صحيح مسلم: إن الله ليرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
وقوله عز وجل أنا ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني، للعلماء فيها قولان. القول الأول أنا ومن اتبعني ندعو إلى الله، فيكون أتباعه دعاة إلى الله عز وجل، وهذا هو الواجب على كل مسلم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو إلى الله. القول الثاني أنا ومن اتبعني على بصيرة، وكلا المعنيين صحيحة ولا يناقض أحدهما الآخر، فإن أتباعه عليه الصلاة والسلام هم الدعاة إلى الله، ودعوتهم إلى الله عز وجل على بصيرة وعلم ودراية. وقوله تعالى ومن اتبعني فيه منقبة للصحابة الكرام رضي الله عنهم، وأن الصحابة رضي الله عنهم على علم وبصيرة، فهم علماء لأنهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. وفيه رد على الروافض الذين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي سبهم لهم قدح لهم، وإذا قدحوا في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد قدحوا في الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. وقوله وسبحان الله التسبيح والتنزيه، وهو تنزيه الله عز وجل عما لا يليق به، وفي هذا بيان ما كان عليه الصلاة والسلام من تعظيمه لربه عز وجل وتنزيهه له عما لا يليق به. ويستفاد من هذا أن من لم يسر على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو سائر في غير طريق الله، ومن كان يسير في غير طريق الله عز وجل لابد أن يكون مآله إلى الخطأ والزلل في حق الله عز وجل. ولذا قال وسبحان الله وما أنا من المشركين. سبحان الله يعني أنزه الله عز وجل من أن يكون له شريك في ربوبيته أو ألوهيته أو أسمائه وصفاته. وقوله وما أنا من المشركين فيه من الفوائد التصريح بمخالفة المشركين، ولذا قال عز وجل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يفهم من ذلك أنكم لستم بمسلمين. يفهم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام صرح بأنه على الملة الحنيفية، وأن من لم يسر على طريقته أنه بعيد عنها. ومن الفوائد وجوب مجانبة الشرك وأهله، ولذا قال وما أنا من المشركين، بمعنى أني لا أجتمع بهم ولا أوافقهم ولا أسير على طريقته، ففيه وجوب الهجرة من ديار الكفر إلى ديار الإسلام لدلالة هذه الآية، إذ قال وما أنا من المشركين، والنبي عليه الصلاة والسلام قال كما عند أبي داود أنا بريء ممن يقيم بين ظهراني المشركين.